نشرت حليمة ومراجع فيها كلام وفيها مواجع نشرت حليمة ومراجع فيها كلام وفيها مواجع أسمع يا رايق ما صاير في خمس دقايق في خمس دقايق لا تزعل تبكي وتتضايق تبكي وتتضايق من حال بلاد المتراجع نشرت حليمة ومراجع كل يوم أخبار دقايق نحكو عاللي صار وعاللي صار ونسمع نشرة باختصار باختصار وعن شايب خراب نواجع نشرت حليمة ومراجع أخبارنا ما تنبشش وراها بكل يا مريوح روح سلم كتكوتي فداك الكورة خلاص الوقت تأخر هيا روح تخلي طويري يلعب ويوسع خاطره يا حلومة يعني لما كانت ترفيه يقدروا يعدولها على أساس في مكانات ترفيه ولا حتى عشاء من غير تبن يقدروا ينطوا فيها ولا برامج أطفال سمحة يقدر يتفرج عليها الواحد في التلفزيون على أساس برامج الأطفال اللي مقطعة بعضها في قنواتنا وعلى أساس انت خليت لنا حاجة نتفرجوا عليها وانت من نشرة لنشرة ولا حتى طشت حظيرة الحيوانات اللي كان جدي يديك الأكبر يمشيلها قيدت مفتوحة بعد ما انسرقت آخر مرة انسرقت؟ تي كم مرة سرقوها العفو وهي شن فيها أصلا من مطمع عشان تنسرق ها تي جد غير علي هذه خلينا نقول نشرة أخبار اليوم وحتى اسمعي العجب نشرة حليمة ومراجع أخبارنا ما تنبشش وراها بكل تم الصد على سيارة مصرف العصفور العربي وسرقة ما يقارب 50 مليون جنيه مطبوخي وقد فتحت السلطات المطبوخية باب التحقيق في الحادث وسكرت الباب وراها دون نتائج تذكر يعني كيف سكروا الباب وراهم وخلاص؟ ما فيش متهمين؟ ما فيش أي دليل؟ أي ريشة حتى تدل على الفاعلين؟ لا هو فيه وما فيه كيف هادي؟ يعني شدوهم وطلقوهم قصدك؟ لا 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 هضوم لا يمسكوا لا يطلقوا هضوم ينشوا عليهم من بعيد وبس جديات يا مراجع شدوهم ولا لا؟ هذا يا ستي جماعة برياش علموا بموضوع سيارة مصرف العصفور العربي ونطوا عليها وخذوا اللي فيها ودعموا بيها جيش التنكيل في مدينة الكناري وطلعوا بسيارات مدججة للاستعراض بها داخل المدينة باهيتي وين دور المشاميش في الموضوع؟ ما هو بعض المشاميش يحلوما دارت معاهم حوار عاطفي اسمه سرقني لكن بشويش وداري على شمعتك تنفجر في المكان المناسب يعني جمهورية طبيخة تسرق في الشعب المطبوخ والشعب المطبوخ يسرق في جمهورية طبيخة علاقة ضراير يعني زي ما تقولك والمواطن الديك البسيط هو اللي تنبت فريشة يا ريت غير جت علي هذه بس خذي لك الخبر الثاني يستر الله من أخبارك يا مراجع اللي ما في حاجة تنفش الريش الله غالب يا حلومة منين نبي نجيب لك خبر كويس ونحن بنفس الشعب بنفس الحكومة وبنفس العقلية حتى ربك عرفنا بالعقل اي والله صدقت ويقول لك الخبر تم صرف ميزانية 71 مليار دولار ميزانية السنة اللي فاتت ومنهم 5 مليار مصروف أثاث مكتبي وبس شنو 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 5 مليار مصروف أتات مكتبي وبس ريت هالشركات العالمية اللي تزاحم في مكاتبنا ولا هالعقول المصنعة اللي أبهرت العالم باختراعاتها علاش مكاتب من ريش نعام ولا جلد تمساح ولا أدراج من جلد التعابين ولا ديكور من عاجل فيلة ولا طفايات من ذهب ولا أقلام من ماس توا سيبتي الميزانية كلها ومسكتي في ميزانية أثاث المكاتب وين عدت ميزانية جيش جمهورية طبيخة؟ وين ميزانية البنية التحتية لعشاش المواطنين اللي انهدت فوق روسهم من الفساد والغش ولا من قصف الناتو؟ وين إقرار الذمة لكل مسؤول يمسك منصب أساساً؟ ولا فالحين يقدموا استقالات في اللحظات الأخيرة قبل ما تغرق المركب ويطير ويطير معاه اللي خضاه؟ وين كورتك بسم الله؟ كورة شنو بسم الله؟ لعبة
بالفرار يا ماما. لاذت بالفرار؟ من هؤلاء المرضى؟ لا ابدا ما فيش مشكله، غير ان اهلك ما يطيقوا يسمعوا حتى اسمهم. يا حليمه توا خلاص، المفروض جمهورية طبيخة عهد جديد وحياة جديدة. يا حلومة أما غير يتعب أرواحهم يقرأ كويس شن مهام البرلمان الجديد بالضبط. مواجهات متبادلة بين الجيش الوطني وجماعات متطرفة، وإلى الآن جاري البحث على بقية الجثة. يا سلام عليك، لكن هتعودها مراجع حليمة. نشرت حليمة ومراجعة، كل يوم أخبار دقايق نحكو عاللي صار وعاللي صار، ونسمع نشرة باختصار باختصار، وعن شايب خراب الواجع. نشرت حليمة ومراجعة، مراجعة وحليمة. أخبارنا ما تنبشش وراها بكل.